نمرة ديال التليفون اللي غنحطها في هذا الفيديو هذا. نمرتي اللي عندك 06 12 12 054 04 054 54 عيطوا وحده من ماشي. مراته وبنته مشاو للسعودية. لا ماشي بنته، هذيك بنت مرته. بنت مرته مشات للسعودية وخلاته. اه شحال هادي هادشي هادو كان كيلقى دخلوا معايا صافي سهل عليهم الله عشان هاد المهضر ما بقاش ليا يا جاو سولوا عليه بقى هو راسو عايش دابا تا المدة دابا شي 5 سنين مرض ولا فيه زايمر ولا كيخرا ويقول في حويجه هذاك الفيتامين راه دخلتي شتيه كبير من الريحة فيه ما. اش تريح بغيتو يمشي غير لدار العزازه ما لقيتوش كيفاش ديروا ليه. والو انا عيت ما نطلب في الناس والو، انا كنطلب من سيدنا من المحسن يجي يشوفو فحال هذا الراجل راه معذب راه مكرفس هاد السيد راه ما عنده حتى حد راه شي فيران. شحال عنده من عام انت؟ عنده 86 عام زيد 32. مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا الان مع هاد الناس هادو يعني اللي الجار ديالهم عنده 86 سنه فيه مرض الزهايمر مبقاش كيعقل. مراته وبنت مراته مشاو للسعوديه وتخلاو عليه. هما الدراري في السعوديه مع رجال هما راه كاينه هنا. تخلات عليه جات مؤخرا قالت لي يدي تخلاو عليه وخلاو هنا في هذا البيت هذا. يعني الحاله ديالو يرثى لها واحد الريحه ما تقدروش يعني تقدروا تصبروا عليها. الفيران كاينين تما كلشي كاين عنده في ذاك البيت يعني غير الريزون ما كاينش. اما ندخلوا نوريكم شنو واقع. نخليكم مع الجيران ديالو غيعاودوا لنا شنو طاري هنا مع هذا السيد هذا. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. هذا السيد هذا شنو طاري؟ هذا السيد هذا كان شحال هادي انا فاش كنت كان بعقله كان كيجلس معنا ياكل معنا عادي، دابا مده شي 5 سنين السيد ما بقاش عنده العقل ولا كيخرا ويبول في حوايجه ولا الفيران كياكلوا ليه لحمه ولا السيد مريض صباعو مقيحين مكرفس معذب. انا غير جارته انا اللي عليا كنعومه وكان اللي ملي كنطيب كنعطيه مره انا كاينه مره ما كايناش. دابا انا غنمشي نتحول كاع في خطره يعني شكون اللي غيقابلوا هاد السيد؟ ما كاينش اللي غيقابلوا. انت جيتي دابا على غفله، انا كاينه وحالته كثيره عاد انا ملي غنمشي راه غيدود هذا الراجل راه غيدود. هذاك ما تبقاش تهضر عليهم هذوك صافي نساهم حيت هما نساو حيت ما بقاوش كيجيو يسولوا عليه. ما عندوش العائله. انا سكنت 9 سنين دابا هنا من نهار سكنت عمر شي حد جا سول عليه راه دخلتي شتي حالته كثيره. هاد الجيران هما جيراني اخرين تما شاهدين بهذا الشيء. الريحه ديال الاخرى ما وراه هاد الريحه انت ما درتش عليه وما قلينا نقصناها صيقنا راه اما راك شرو جدر وكاكا وداك الشيء راه جمعناه. راه الفيديو الاول راه واقيلا شافوه الناس. راك السيد معذب مكرفس ديال بصح السيد راه ما عايش راه ماشي بنادم راه ولا داير كل حيوان ملي كيدير كلشي واخا كنعيا ما نعومو ونصيق ليه راه نفس المشكل راه هو نفس المشكل. السيد خاصو دار العجزه خاصو سيدنا والمحسنين يتعاونوا معاه. اه خاصو المحسنين وسيدنا يوقفوا معاه يديوه خاصو طبيب خاصو الماكله في الوقت. هذا هو السيد. يلا ما عندنا واحد هنايا يعني تنعس الزنقة عضه طوبه يموت حتى هو عضه طوبه. كاينين معاه الفيران. اه كاينين الفيران وصوروا الفيديو الاول راه صوروه ناتشو الفيران هنايا. اه هو عنده الفيران كينعسوا معاه شي بيتو انت كدير مكرفس السيد معذب. انا ما باغا والو انا باغي غير هاد السيد ينقدوه بغيتو يديو لدار العجزه يتهلاو فيه. يا السيد راه معذب راه مكرفس بزاف راه شتي حالته كديره راه 5 سنين هو على هاد الحال قبل. اه في هذاك البيت. اه انا الاولى كنت في هذاك البيت ومنين جات من الدار تحولت انا الكبير بعد تخرجوا خليتها هي خليته هو في الصغير. قلت له هو دخلني ما يمكنش غنخرجوا خليته هو معايا. كي كان في الاول ما كانش كيخرا ويبول في السواكين هاد 5 سنين مؤخرا ولا كيدير كلشي في حوايجو الدري والراجل معذب مكرفس ديال بصح. يلا كنعومو كنفيق ليه وكنبدل ليه الفراش. ها هي جارتي تمسخني شحال من سداري عطيتيني شحال من سداري شحال مره بدلنا لنا ليه الفراش. اه شحال في هذا الشهر هذا شحال مره كنبدلوا ليه الفراش شحال من سداري يعني بحال اليوم كنخمم ليه وكنعاومو. اه وكيعاود عاوتاني وكيعاود عاوتاني اخرى ويعاود يبول ويعاود بحال ما درنا والو يعني خلاص ما عنده حتى حد. هذا السيد مقطوع من الشجره كون عنده شي حد كون جا شحال هادي كون جا شحال هادي سول فيه هاكا ما ديح اختي قولي انت واش كتعرف. السلام عليكم. هذه حي سماره الزنقه سعود الرقم 8 الله يرحم الوالدين المسؤولين ولا كانوا كيشوفونا. حي سماره الزنقه سعود الرقم 8 الله يرحمنا دول اللي كنطلبوا من المسؤولين يجيو ينقذوا هذا السيد لان راه هاد الدريه هي اللي مكرفصه معاه. حنا كنخمو غدا بعد غدا تمشي واخا اختي شنو؟
كنطلبوا من المسؤولين الله يرحم ليهم الوالدين نشوفهم من جهه هذا السيد، لان هذه الدريه هي اللي معذبه معاه ومقاسيه معاه. حنا كنفكروا بان غدا بعد غدا مشات هذه السيده، راه ما كاينش اللي غيقابله حيت هي اللي مقابله، ما كاينش اللي غيشوف، هي اللي ساكنه حداها، هي اللي كتعرف شي حتى ولا مات ما نعرفوا واش ميت او حي. هي اللي كتوكلوا، هي اللي كتشربوا، هي اللي كتعوموا، كتعيط علينا، كطلبنا على الماناط، كنعطيوها الماناط، كنعطيوها السدادر، كنعطيوها الغطاء، الغطاء ديال الطلامط وداك الشيء باش كتقابلوا. تم المسخون مسكينه كطلب من عندنا المسخون باش كتعوموا. الله يجازيها بخير، والله يرحم الوالدين. كنطلبوا من الناس المسؤولين، ما عنده حتى شي واحد، ما عنده حتى حد، عنده الله، وثم عنده هذه البنت. راه هذه البنت هي راه مصيفطها لي الله. الله يرحم الوالدين يشوفوا من حال هذا السيد، السيد راه حالته انا ما قدرتش ندخل قصر الريض وما كاينش. هذاك الشيء راه كيتم هابط ليه مع رجليه، مع قدامه، مع الصباط، مع كل شيء. راه ملي كان الحمام كانت كتعطي الدراري 50 درهم وكتدي الدراري باش يعوم، يشدوا الكسل يعوموا ويجيبوا. دا وليت كنخاف عليا ما نعاومونيش. تمن البرد كتخاف ليه على البرد؟ تمن البرد كتخاف. الصوت ديالو تبدل. ما بقاش كتقدر تعاوم وحده، بقى ولا كيهرب لها وكيزيد. شحال من خطره كنلقاوها بالليل جالسه كتقلب، على ما كتبقى كنقول كنقلب على محمد. الدار كله ولا حافظ كل شيء، عارفه كتقلب، غير ولا كانت شي عيد كبير، غير ولا كانت غاتجي تعيد مع دارهم كتقول لها العار اللي داك الشيء اللي قسم الله اعطيوه ليه. تفكروه في الماكله، يعني هاد الدريه ولا هي كتفكرنا فيه ولا ما فكرتناش هي. مع دارنا كنجي على قبلها ديك الساعه، حيت كنعرف الجيران ما كيخليوش الشام كيعطيوها لي، ولكن ما كنقدرش كنبقى دايره بالي معاه. رسالتنا الاخيره كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حل هذا السيد. كيدير ليا السبه بالخبز، كيقول لي جاي كنعطيه الخبز نعطيه ياكل، كيحط هذاك الشيء في الطابله وكيخرج يحل البيبان كيدرع عليه ما كيخرج. حتى كنقول له هيد بنت خال نوض نطلع عليه، راه خرج. كنوض نطلع كنلقاه خارج، كنعاود نرجعه لفت البيبان يبغى يخرج معاه. كانت الليل ربعة الليل، شي نهار يموت في شي بلاصه ولا يتوضر في شي بلاصه. انا بغيت نحيد عليها التقليد، انا ما غنبقاش هنا هذا السيد. بغيتها المحسنين وسيدنا القديم الله يرحم ليهم الوالدين، الله يجازيهم بخير. نتمنوا من الناس المسؤولين والناس المحسنين يدخلوا في الامر ديال هذا السيد هذا، يعني ويشوفوا من حاله. السيد محتاج لدار العجزه، والسيده اللي مقابلاه قريبه غتحول من هنايا، يعني ما كاينش اللي غيقابلو، ما كاينش اللي غادي يغسل ليه، ما كاينش اللي غادي يوكلو، ما كاينش اللي غيشربو. السيد عنده 86 سنه، مقطوع من الشجره على ما كيقولوا. بنت مرته كاينه في السعوديه، ما عقلوش عليه، يعني خلاه وقالوا لي ديو لدار العجزه ولا شوف فين تحطوه. يعني السيد مسكين الريحه اللي عنده في ذاك البيت بزاف، يعني ما تقدروش تشموها. ونتمنوا من الناس المسؤولين في حي سماره زنقه تسعود رقم 8، يعني باش يدخلوا في اقرب وقت ويديو هذا السيد لدار العجزه باش يتكلفوا به. السيده اللي مقابلاه الله يكثر خيرها، قابلاته تعيات، ولكن دابا غتحول، يعني ما غاديش تبقى هنا، وخايفه عليه اللي يموت هنايا في هذا البيت. يعني الرقم ديال هاد الناس هادو اللي بغى يتواصل معاهم ويتعاون معاهم هو 06 12 04 96 54. يعني كيتواجد في حي سماره زنقه تسعود رقم الدار 8. ما قدرناش ندخلو حيتاش ما كاينش الريزو تمايا، يعني الحاله ديالو يرجى لها. شنو تبغي تقولي اختي؟ شنو تبغي تقولي للناس المسؤولين؟ يعني بغيت نقول الناس المسؤولين، كنقول لسيدنا والمحسنين يشوفوا بحال هذا. راه ما عنده حتى حد، راه مقطوع من الشجره، راه معذب. بعدا يعيش شويه من هذا الشيء اللي بقى ليه في عمره، يعيش شويه زوين، يعيش شويه كياكل في الوقت وكينعس في الوقت وكيعوم، وهذا الشيء اللي بقى ليه شويه، راه ما بقى ليه والو في عمره، مسكين يموت. بغينا حنا لسيدنا والمحسنين يشوفوا في حاله، حيت هو مكرفص ومعذب. هذا الشيء اللي بغيت نقول للمحسنين ولسيدنا. كما دي حتى تيقول للمحسنين الله يرحم الوالدين. كناديو الناس المسؤولين يديروا الخير في هذا السيد ويحيدوه من هنايا ويقابلوه، لان السيد معذب ومعذب معاه الدريه، ورجليه تحلوا ليه مسكين، وما عرفش هو اشنا هو، ما عرفش. هي كاع وصلات معاه بغات دير ليه ليكوش، ولكن السيد غالب كينطرهم وكيحيدهم وكيتم غادي في الزنقه. الله يرحم الوالدين. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، والى اللقاء.